السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. تحت طلب العديد من الناس طلبوا مني ندير الملفي، فانا جيتكم اليوم بواحد الوصفه ديال العجين المورق اللي غادي يطلع لنا واحد الملفي كاننا شريناه من احسن باتيسري. فهاد الحلقه هذه فيها العجين المورق اللي هو كيبقى باز بزاف ديال الشيوات يمكننا نستعملوها فيه، وزائد غادي نحضر لكم الملفي التقليدي اللي كنشوفوه في لي باتيسري وكيعجبنا كنشريوه. كنتمنى تتابعوا معايا مراحل التحضير. بالنسبه للعجين المورق كنحتاج غادي ندير دابا غير كميه غير صغيره، ما غاديش نكثر. 350 غرام ديال الدقيق الابيض، من الاحسن دقيق الحلويات الممتاز. عندي 40 غرام ديال الزبده بدرجه حراره الغرفه، دخلتها للميكرو اوند باش شويه ليانت. وعندي 7 غرام ونص ديال الملحه، هي تقريبا معلقه كبيره ما عامراش ممسوحه وما عامراش، والملحه ضروريه ما خصناش نهائيا نساوها. عندي هنايا قطرات ديال الخل 5 غرام بالضبط، هي تقريبا واحد المعلقه كبيره ما كاملاش، معلقه كبيره للارب بحال هكا. عندي 65 غرام ديال الزيت كنحسبوه بالغرام، كاس العنبه نص ديال الكاس ما كاملش. غادي ندير هاد العجينه راه ما تتدلكش في الاول، كندير الطحين، كندير الزبده، الملحه، ندير الخل، غادي نحاول، والزيت حتى هي في نوبه، وغادي نرميها في يديا بحال هكا. بحال عجينه البريزي صافي. ملي داك الطحين كيشرب لي الزبده والزيت كنزيد قطرات ديال الماء، غير عيني ميزاني، خاص العجينه تكون قاصحه، خاصني نجمع العجينه تكون قاصحه. بعد ما جمعت العجينه بلا ما ندلكها بحال عجينه البريزي تماما، غادي نديرها في بلاستيكه ونديرها في الثلاجه ترتاح ربع ساعه، غير باش تعطيني الطوع. ندخل فيها الزبده ونديرها الفويطاج. غادي نحتاج نصف الكميه ديال الدقيق زبده، من الاحسن المارغرين ديال التوراق هي احسن حاجه، 175 غرام. غادي ناخذها وغادي نحاول نمددها، بحال هكا. كنخرج العجينه من الثلاجه كترتاح شي شويه بحال هكا، كندير شويه ديال الطحين غير شويه، كنطلق كنحاول انني نجيبها مقاده بحال هكا. غادي ناخذ الزبده نديرها فيها ونطوي هاد الشناب هادو على الزبده باش ما تخرجليش. بحال هكا ديرها هكا، وخصنا ندير لها 5 ديال لي طوغ، 5 ديال الطويات ما نقص عليهم ما نزيد. غادي ناخذ العجينه غادي ندير لها دابا الطويه الاولى، وهاد الفتحه هادي
هاد الطويه، الجهه ديال الطويه تكون من الجهه ديال اليسار. دابا هادي اول طوغ غادي نديرولها. ثم غادي نطويها عاود على ثلاثه. الفتحه من جهه اليسار هادي، هذا التور الثاني. ثم غادي نعاود لها التور الثالث. غادي نعاود نطويها بحال هكذا. غادي نرشم فيها ثلاثة ديال لي توغ باش ما ننساش، وغادي ندخلها للثلاجة في بلاستيكة ترتاح واحد القسمين ولا ربع ساعة ونجبدها باش نكمل. بعد ما ارتاحت غادي نزيدها جوج ديال لي توغ. بعد ما طلقتها غادي نعاود نطويها. غادي نحاول ندخل هاد القنوت هادو لان هادي اخر طويه خصني تجيني مزيانه. صافي دابا هذا اخر طويه هي هذه الطويه الخامسه. غادي ندير لها بحال هكا. غادي نخليها ترتاح باش تطلق لي رقيق. من بعد ما ارتاحت العجينه غادي نعاود نطلقها. غادي ناخذ هاد العجينه هذه من بعد ما مددتها بحال هكذا، غادي نحاول نقسمها في النص. غادي ناخذ هاد العجينه ونحاول نتسحبها بزاف. الا ما كانتش عندي هذه نحاول نستعمل غير الفرشيطه، ولكن خاصها خصنا نتكوها بزاف لان العجين المورق كيتنفخ بزاف. وحنايا هاد انا غادي نصوب بها الميكسي ما خصهاش تنفخ بزاف حتى كترجع بحال هكا. كندخلها كنديرها في الطبسيل اللي غادي نطيبها فيه وكندخلها للكونجيلاتور تيخصها تبرد مزيان وداك الزبده اللي فيها تجمع ما تبقاش سخونه. خصها على الاقل واحد نص ساعه في الكونجيلاتور وعاد نطيب. بعد ما كتبرد هاد الفويتي هادي كنشعل الفرن على 180 درجه وكندخلها. وبالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز كيشعلوا غير من التحت وكيطيبوها واحد المده ديال 20 دقيقه، خص اللون ديالها يرجع ذهبي مهلا. بعد ما كنخرجهم من الفران بهذا اللون هادو خصهم يكونوا مذهبين لان خصها تكون مقرمله، وما خصنيش نخليها هكذا باللي تعرق. خصها سخونه، نهزها نديرها فوق شي شبيكه ونحطها في شي بلاصه فيها الهواء باش تبرد وما تعرقش وعاد يمكن لي نزينها.
بالنسبه للتزيين ديال الملفي غادي نديرها بلا كريم باتيسيير اللي سبق لي وحضرتها في حلقه سابقه. اللي ما بغاش يحضرها يمكن له يشري غير الغبره ديالها اللي كتخلط مع الحليب والسكر وكتطلع، ولكن هذه ألذ في المذاق. فالوصفه ديالها غادي تبان لكم دابا في الشاشه، والرابط غادي يكون في الديسكريبسيون صندوق المعلومات لتحت. غادي نزيد عليها بعدا، هذه راها غير نصف الكميه ديال لا كريم باتيسيير اللي كنت وجدت. غنزيد عليها 3 المعالق كبار ديال الزبده، زبده ممتازه ماشي المارغرين، خاصها تكون درجه حراره الغرفه. انا درتها شويه في الميكرو اوند وسحت لي في الحقيقه ما خصهاش تسيح. وغادي نضربها بالخلاط اليدوي مزيان حتى تندمج مع لا كريم. كنبقاو نضربوا الزبده ولا كريم حتى كترجع لنا بحال هكا بيضه، هذه هي لا تيكستور ديالها. غادي نبدا نزين الميلفوي دابا. قبل ما نبدا نزينها حطيت طرف على طرف، حطيت طرف على طرف وقطعت بالسكين تيكست لانها شيشه بزاف. هانتوما كتشوفوا هاد لي شوت هادو اللي طاحوا كيفاش كيتفرتو. طفيتي زوينه بزاف، ولكن ماشي مشكل، هادشي كله غادي يتجمع بلا كريم وغادي تجي في المنظر ديالها زوينه. هي اصلا ملي كنعضوها كلها كطيح. غادي ناخذ لا كريم اللي صوبته درته في الطوش، غادي ناخذ الجهه اللي فيها التكات من الفوق، ناخذ هذه مثلا هذه، وغادي ندير فيها لا كريم بحال هكا. غادي نهز هاد الطرف هذا نديرو ليها، هاد البلاصه اللي خاويه يمكن لي نزيد فيها طريفات. بحال هكا ونعاود ندير الكوش الثانيه ديال لاكريم. صافي، من بعد ما كندير لاكريم كناخذ السكين وكنحاول ندير بحال هكذا، كنهز هاد الطرف هذا الثالث حتى هو راه تهرس. غادي ندير الجهه حيت انا ما غاديش ندير الكلاصاج في الاخير، واخا هاد الجهه اللي متكوكه كنديرها من الفوق ماشي مشكل. غادي نضغط هي واحد شويه ماشي بزاف، غير باش كتقاد داك لا كريم كتقاد. وقبل ما كنقطعها كندخلها للكونجيلاتور، داك لا كريم خصها تقطع باش في التقطيعه كتجي لا فينيسيون ديالها مزيان. من بعد ما بردت مزيان وهذيك الكريمه ما بقاتش سايحه، دابا عاد غادي نقطعها، نقطعها بالحجم اللي بغيت. كتجي بحال هكذا، غادي ناخذ كل وحده وغادي نزينها من هاد الجنب وهاد الجنب هذا باللوز مهرمش ولا الفويتين. انا عندي هذا غير الفويتين، غادي نشدو غنلصقو في الجناب بحال هكذا داك لا كريم. ثم غادي ناخذ الطرف ديال الكاريت بحال هكا، هو الملفي في العاده كيتصوب بالفوندون، ولكن الفوندون حلو بزاف
انا غادي نزينو غير بشويه ديال السكر كلاصي. كتجي بحال هكذا وكنبقى مستمره حتى كنكمل. النتيجه النهائيه هي هذه. كنتمنى انكم تجربوهم لانهم لذاذين بزاف، وهذا العجين المورق فهو غوسيت دو باز، وصفه اللي هي نديرو بها بزاف ديال الشهيوات مالحين بحال لي شوسون. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي مالحلو على يوتيوب، في لاباج فيسبوك مالحلو. وبالصحه والراحه.